الإنسان يقول ما الفرق بين قولهم هذا الفعل وسيلة إلى الشرك وقولهم هذا الفعل شرك أصغر؟ وسيلة يعني هو ما هو هي نفسه شرك، ولكنه طريق يوصل إلى الشرك، هو في نفسه ما هو بشرك ولكنه طريق يوصل إلى الشرك، مثل الكتابة على القبر هذه ما هي بشرك لكنها وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا رؤية الكتابة يظن العوام والناس أن هالميت له شان فيدعونه فيكون هذا وسيلة. كذلك تجصيص القبر، إسراج القبور، هذه ليست شركاً وإنما هي وسائل إلى الشرك. مثلاً اللي يصلي عند القبر لله عز وجل، يصلي الظهر، يصلي الظهر لله، هذا ما هو بشرك لكنه وسيلة إلى الشرك. نعم.